صباح الخير استاذ جمال. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم، يعطيك العافيه، كل عام وانتم بخير. استاذ صباح جمال عم الخير. تسمعنا؟ ايه سامعانكم، سامعانكم، كل عام وانتم بخير. كل عام انت وانت بخير. بخير، رمضان كريم. بس فينا امين نقوي امين. الصوت شوي؟ الو، اهلا وسهلا فيك، اهلا رمضان وسهلا كريم فيكم، استاذ جمال. رمضان كريم علينا وعليكم. يسعد صباحك استاذ جمال. صباح يعني النور، يعطيكم العافيه. اليوم الشكوى الدائمه اللي عم نسمعها وعم تتردد بشكل كبير هي شكوى المواطن من الاسعار العاليه للمواد الاستهلاكيه، تفاوت هي الاسعار بين منطقه واخرى. خلينا نحكي اليوم بشكل اكبر وصريح مثل ما بيقولوا عن دور التجاره الداخليه وحمايه المستهلك بضبط الاسعار. نحن الوزاره قبل ما يصير شهر رمضان، حلول شهر رمضان، كان في عندنا عده اجراءات في عملية ضبط الأسعار ومتابعة الأسواق وتوفر المواد الغذائية. همني أنا كمان توفر المواد الغذائية الأساسية التي بيحتاجها المواطن بشكل مباشر. بالإضافة إلى كان عندنا دوريات حماية المستهلك، ونحن وزعنا دورياتنا على مستوى المحافظات متواجدين، حتى دمشق نحن كمديرية تموين دمشق كان متواجدين، وفتحنا عدة ضبوط ومتابعة لها موضوع الأسعار، وبالإضافة إلى ضبط حالات غش وسحب عينات من المواد الغذائية، خاصة هلا يعني بتعرفوا شهر رمضان شهر بيصير استهلاك فيه العصائر والأجبان والشغلات كثير، يعني من المواد هي التمور، سحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات. نعم استاذ جمال، يعني بظل فيروس كورونا هذا الوباء وبالظروف يلي عم نمرق فيها، دائما عم نشوف على السوشيال ميديا، دائما عم نشوف الحكي والشغل الشاغل هو ارتفاع الاسعار بالسوق. يعني المواطن بيكون بشيخ سعد السعر مختلف عن باب توما، عن جربانة، عن المزة، فالاسعار متفاوته بين منطقه والثانيه، وعم نشوف كثير على السوشيال الميديا العالم عم تشتكي بشكل كتير فظيع. خلينا نفسر شو هو سبب ارتفاع هي المنتجات، ليش عم تتفاوت من منطقة للتانية، والحق على مين، والمواطن لمين بده يلجأ، ومو بس خلينا نحكي على صعيد الشام، أيضا على صعيد المحافظات السورية. هلا الأسواق كلها أسواق لها، احنا دورياتنا صباحا بتشوف الأسعار قديش تضع الأسعار الجملة بأسواق الهال، ومنها تصدر نشرة أسعار من مديرية التجارة الداخلية، أسعار للبيع بالمفرق. هاي الأسعار هي اللي تتطبق عند الأسعار اللي بتصدر نشرة الأسعار، تصدر مواد نوع أول وثاني وثالث مصنفة هالمواد هي، عشان المواطن يعرف شو يشتري. يعني أنا عندي البندورة نوع أول وثاني وثالث، هي بتكون سعرها بكل شيء له سعر لحاله، بس نحن بناخذ السعر الأساسي من سوق الهال بناء على العرض والطلب اللي بيصير بالسوق. احيانا بيكون الاسعار اللي ارتفعت البندوره وارتفعت بعض المواد نتيجه قله الماده بالاسواق. انا كان احتياجي انا يوميا بدمشق 400 طن بندوره، اليوم عم فوت على السوق الهال 100 طن بندوره، ادى هذا الارتفاع الاسعار. السوريه للتجاره قامت باستجرار كميات من البندوره والخيار والباذنجان والكوسه من مناطق الانتاج وعم تطرحها بصالاتها. هلا البندوره عم تتراوح بالاسواق بين 800 ليره 750، في بعض الاسواق حطوها ب 1000 ليره، وهذا شيء مخالف. عندنا بسوريا للتجاره عم نبيع البندوره ب 625 نوع جيده، والخيار 250، والباذنجان 225، والكوسه 275. هذا نحن بوصلة المواطن لازم السوري للتجاره. نعم في دعم كبير للسوري للتجاره، عم نتابعها وعم نكون بعمليات ضبط للمواد الموجودة فيها. الأسواق عم يختلف السوق من محل لمحل. هلا في عدة أسواق. ليش يعني هي النقطة لازم كتير نركز عليها، ليش عم يختلف من مكان للتاني؟ ليش؟ شو السبب؟ الأسواق عم بحكي للأسواق، الأسواق نعم. في كل الأسواق، في أسواق شعبية عنا، في أسواق بمناطق يعني كبيرة جيدة، في أسواق حسب المواطن هو ما بده. هلا المواد اللي بتجي على مثلا سوق الشعلان غير المواد اللي بتجي على سوق باب سريجه او سوق الميدان او سوق نهر عيشه او سوق الشيخ محدين. كل مواطن حسب المواطن قدرته الشرائيه. هلا انا كل مواطن هلا في مشتري على باب سريجه بتشتري على الشعلان، مع انه في الشعلان في ضرب كثير عليها من قبل الساكنين بالشعلان، وبروحوا بيشتكوا نفسهم عم يروحوا يشتروا من الشعلان. في عن المواد اللي عم تنزل غير المواد اللي عم تكون أصناف تصنيفها غير المواد الموجودة بالأسواق الثانية. طيب لأنه استاذ جمال، بس مادة الخضار هي مصنفة نوع أول نوع ثاني نوع ثالث. استاذ جمال عم تسمعني؟ هو ياخذ أي سوق هو.
عم تسمعني استاذ جمال؟ سامعني. ايه استاذ جمال، طيب حسب الانواع في نوع اول ونوع ثاني ونوع ثالث، ولكن المشكله نفسه النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث تصنيفه عم يختلف، شكله عم يختلف، تسعيرته عم تختلف، حتى بالمؤسسه السوريه للتجاره الداخليه، يعني مثلا مفروض على التفاح انه يكون في نوعين، نوع مثلا ب 650، نوع ب 850، اللي عم ينحط ب 850 هو اصلا اللي لازم يكون ب 650، يعني هل عم بيكون في رقابه على جوده المواد المقدمه؟ يعني اليوم انا قدرتي الشرائيه كمواطن، نحن بدنا نحكي عن كل القدرات الشرائيه، ما بس بدنا نحكي عن المواطن اللي قدران يشتري من الشعلان، انا اليوم بيهمني المواطن اللي هو عم بيروح على سوق شعبي متواضع لحتى يقدر يشتري بأسعار مناسبة، هل في له حق اليوم يجيب مادة جيدة يدخلها على بيته ولا لا؟ له حق، له حق. طيب إذا له حق نحن وين دورنا بالرقابة أيضا على المواد؟ يمكن شفت حضرتك خلال الأيام السابقة عدة برامج تناولت على هذا الموضوع، وكان عم بتصور الكاميرا كيف عم تختلف المواد التجارية حتى بالتجارة ضمن المؤسسة التجارية، يعني عم بيكون بس يشوفوا كاميرا عم بيغيروا ويلتزموا، نحن ما بدنا نقول بس قدام الكاميرا كل شيء تمام. ما صار هالشيء هذا قدام الكاميرا، لا موجود هذا الشيء. متابعه في لجان من قبل الوزاره عم تكون متابعه السوري للتجاره ومتابعه الاسواق كمان، اضافه للمراقبين المتواجدين. وموضوع التصنيف نحن عم نتابعه، هذا موضوع بالسوري للتجاره. طيب بدنا رقم الشكاوى استاذ جمال. 119 نعم 119 يتصل اي مواطن وفي حقه يشتكي. نعم، لكن عم اشوف على الشاشه رقم الشكاوى، عم يرد على هي الشكاوى استاذ، يعني المواطن وقت اذا انا 10 ايام عندي 617 شكوى. شو هي طيب شو هي الاجراءات اللي عم تتخذوها بحق التجار حصرا؟ يعني نحن كلنا طالعين من ازمه وكلنا ظروفنا صعبه الاقتصاديه، بس ما بدنا ننسى انه في غلا، في عالم عم تستغل هالمواطن. اي تاجر عم يرفع سعر مصادر البضاعه، عم يتم مصادرة البضاعة. البضاعة تنظيم الضبط تحت وحاته للقضاء. لكن المواطنين فيهم يتصلوا على الرقم 119 على 119 ويقدموا شكوى نظامية. شكوى نظامية ونحن مباشرة بنتعالج. بدون إثباتات من صورة أو صوت. إذا عنده إثبات أحسن. طيب استاذ جمال، يعني نحن دائما عم نحاول نلجا لكم لانه انتم حقيقه يعني لازم تكونوا الدعم الاساسي للمواطن، يعني قلت لي انه في عدد كبير من الضبوطات تمت خلال هي الفتره، نذكر اخر الضبوطات اللي تمت قد ايه كان العدد؟ فتره 4,362 ضبط. وين كانوا؟ بالمحافظه دمشق ولا بالمحافظات بشكل عام؟ المحافظات العشر ايام السابقين. ماشي، يعطيكم العافية، ونتمنى دائما تضلوا موجودين ودائما تضلوا عين الرقابة لحتى يبقى المواطن بقدر الإمكان عم يقدر يتحمل هاي الظروف. شكرا كثير لك، وان شاء الله رمضان كريم. وكمان بدنا هيك نتمنى من المواطنين انه اذا شفتوا حدا ظالمكم ما تسكتوا عن الشكوى، واذا ما حدا اخذ لكم حقكم الاعلام نحن موجودين، فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا، فيكم باي وسيله انكم انتم توصلوا وما حدا ياخذ لكم حقكم. بدنا نتشكر كثير وبنتمنى من التجار كمان هيك يكونوا شوي صاحبين ضمير عالي. نتشكرك كثير، كنت معنا الأستاذ جمال.